مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من تايم أوت على قناة رؤيا الأردنية. البداية محليا، حيث وجه زهانغ جي لونغ القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شكره العميق لسمو الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي عن القارة الآسيوية لتحمله مسؤولية قضية الحجاب الآمن، وجاء ذلك خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها جي لونغ بعد إعلان قرار المجلس الدولي لكرة القدم برفع الحظر عن ارتداء اللاعبات لغطاء الرأس خلال مباريات كرة القدم. وقال جي لونغ المتواجد حاليا في الكويت بأنه سعيد بسماع الأنباء عن رفع الحظر على ارتداء غطاء الرأس للاعبات، وباسم المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أشاد جي لونغ بالعمل الصائب من المجلس الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي أيضا لكرة القدم، وأضاف بأن رفع الحظر سيسمح لآلاف النساء اللواتي يضعن الحجاب ممارسة كرة القدم، وتابع بأنه يود التقدم بالشكر إلى الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على حمل مسؤولية هذه القضية، وكذلك إلى جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على دعم هذا الموضوع، فهذا القرار يعتبر مواكبة للحضارة. أكد الجهاز الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم عن توصله لاتفاق مع نظيره الأوزبكي لإقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين في عمان يومي 13 و15 من شهر أغسطس المقبل. وأكد أسامة طلال مدير المنتخب الأردني أن الجانبين اتفقا رسميا على خوض مباراتين على التوالي وعلى ملعبي الملك عبد الله الثاني وعمان الدولي، مشيرا إلى أن الجانب الأوزبكي قد وافق رسميا على كتاب الاتحاد الأردني السابق والمتعلق بطلب ترتيب مباراتين في عمان. وتأتي المباراتان في سياق تحضيرات المنتخب الأردني لخوض مباراة الجولة الرابعة للدور الحاسم المؤهل لكأس العالم في البرازيل والمقررة مع أستراليا يوم 11 من شهر سبتمبر القادم في عمان. يخوض المنتخب الوطني للشباب في 8:30 مساء اليوم الثاني لقاءاته في المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب الثانية للشباب بكرة القدم عندما يواجه المنتخب الكويتي، ويدخل منتخبنا الوطني المباراة في جعبته نقطة واحدة بعد تعادله في اللقاء الأول أمام السعودية بهدف لهدف، فيما لا يزال رصيد المنتخب الكويتي خاليا من النقاط بعد خسارته الأولى أمام السودان. ويتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني لقاء اليوم بذات التشكيلة التي ظهرت أمام السعودية، ويدرك المنتخب الوطني أهمية تحقيق الفوز على الكويت ليبقي على أماله قائمة في التأهل للدور الثاني، فيما تعثره بالتعادل أو الخسارة قد يبعده عن التأهل. وفي مباراة ثانية يلتقي حاليا وفي هذا الوقت المنتخب السعودي والسوداني، وتشير النتيجة إلى الآن إلى التعادل السلبي بين المنتخبين. ونبقى في أجواء البطولة المقامة في عمان، حيث هزم المنتخب التونسي نظيره المغربي بهدفين لهدف واحد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة الماضي على استاد عمان الدولي في انطلاق لقاءات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب للشباب بكرة القدم. ونجح المنتخب التونسي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق سيف الدين الجزيري، وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 61 نجح عماد اللواتي في تعزيز تقدم المنتخب التونسي بالهدف الثاني، وهو ما دفع المنتخب المغربي للبحث عن تقليص النتيجة لتشهد الدقيقة 84 هدف المغرب الوحيد الذي حمل إمضاء المدافع السعيد محمد. وتصدرت تونس بذلك المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد تعادل أيضا المنتخبين العراقي والسوري بهدفين لهدفين في اللقاء الذي سبق لقاء تونس والمغرب.
قطع فريق الأهلي أكثر من نصف الطريق للاحتفاظ بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بعد فوزه على الصلب بنتيجة 23 هدفا ل21 في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة ضمن الجولة 13 وقبل الأخيرة من مرحلة الإياب، ليرد بذلك الدين لغريمه التقليدي الذي تغلب عليه في مرحلة الذهب. الأهلي رفع رصيده ل24 نقطة، حيث بات الفريق بحاجة إلى الفوز على الحسين لحسم اللقب في الجولة الأخيرة من مرحلة الإياب والمقررة الأسبوع المقبل. أما رصيد الصلت فقد تجمد عند 22 نقطة ويراهن على الحسين لعرقلة طموحات الأهلي من أجل الظفر باللقب. وبالعودة إلى أجواء اللقاء، جاء إيقاع المباراة سريعا حيث شهدت الدقائق الأولى ندية وإثارة متبادلة بعد أن اتسم أداء الفريقين باللعب الهجومي المفتوح. بيد أن الأهلي تمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه بثمانية أهداف لسبعة، ودخل الأهلي أجواء الشوط الثاني متقدما ووسط محاولات هجومية مكثفة من السلط لإدراك التعادل، إلا أن أداء لاعبيه شابه بعض التسرع في إنهاء الهجمات ليحافظ الأهلي على التوازن وينهي اللقاء لصالحه. توجت نجمة المنتخب الوطني للكاراتيه نور أبو صلاح بالميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب والناشئين للجنسين والمقامة في اليونان، وحققت أبو صلاح بداية لافتة خلال مشوارها بتغلبها على الإيرانية أبيدي لتتأهل إلى المباراة النهائية، لكنها خسرت أمام المصرية آلاء سيف النصر وبصعوبة 6-2. فرض نجوم المنتخب الوطني للجودو حضورهم القوي مع انطلاق نزالات بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات في صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب، وسط أجواء جميلة ومنافسات مثيرة شهدت العديد من الإنجازات لنجوم منتخباتنا الوطنية المشاركة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل يوسف البستنجي. مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين، رعت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية لانا الجغبير افتتاح بطولة غرب آسيا للجودو التي تستضيفها العاصمة عمان وبمشاركة 10 دول تحت مظلة اتحاد غرب آسيا للجودو. البداية كانت مع افتتاح البطولة التي ينظمها الاتحاد الأردني بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا، والذي اشتمل على عرض للأعمار الصغيرة باللعبة، ومن ثم كانت فقرة فنية شاركت بافتتاح البطولة. أنا أعتقد أنه اللي جاي نشاهده هو تنظيم رائع جدا، لم نشهده في كثير من البطولات التي أقيمت في المراحل السابقة، وكذلك المشاركة الواسعة للدول، مشاركة 10 دول، ولولا الظرف الإداري لكانت الدولة 11 موجودة. فنشكر، احنا نقدم شكرنا الى اللجنه الاولمبيه الاردنيه وكذلك الى الاتحاد الاردني على حسن التنظيم وحسن الاستقبال، والاردن دائما ما يكون بهذا المستوى من التنظيم والاداره. صحيح، يعني رغم الفترة القياسية اللي احنا يعني منذ تشكيل اتحاد غرب آسيا من حوالي 1.5 شهر شكرت واتخذ قرار بإقامة البطولة، كما تعلم انه الأردن دولة مستقرة والحمد لله الوضع كويس من خلال الأوضاع الموجودة بالمنطقة، كان ان الشرف بأننا نستضيف هذه البطولة وانه يكون التنظيم على مستوى عالي. بعد الإعلان عن انطلاق البطولة بدأت النزالات المثيرة والتي جمعت بين أبطال العرب من الرجال والسيدات وعلى أوزان مختلفة، حيث استهلت لاعبتنا سارة بسيسو نزالها أمام السورية رشا شاليش على وزن تحت 48 كيلوغرام، وعلى وزن تحت 52 كيلوغرام حققت الأردنية دينا بسيسو الذهبية الأولى على العراقية زهرة عبد الله. الحمد لله أنا اليوم فزت على طالبة من العراق،
حبيت روح المنافسة وكان عندي روح الرياضية، ما كنت رح أزعل إذا خسرت، بس هذا إشي منيح لإلي ومنيح للناس اللي تعبوا علي والخاصة الكابتن سمان. وعلى صعيد الرجال شهدت النزالات الإثارة والمنافسة، فعلى وزن تحت 90 كيلوغرام استطاع اللبناني جورج ملعب من تحقيق الذهبية تاركان الفضة للاعب منتخبنا الوطني إبراهيم خلف، وعلى وزن تحت 100 كيلوغرام أحكم الكويتي يوسف العنيزي قبضته على السوري عبد العزيز علاء ليتوج الكويتي العنيزي بالذهبية. الموعد المرتقب كان مع وزن فوق 100 والذي جمع لاعب منتخبنا الوطني محمد خلف والعراقي معن عبود الذي حاول مرارا من إحراج خلف، ولكن خبرة خلف أعطته الأفضلية. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا بهذه البطولة. زي ما بتعرف البطولة عندنا بالأردن، فأكيد أنه الواحد لازم يعمل إنجاز فيها، وإن شاء الله أنه تكون إمكانياتنا أكبر ونوصل للبطولات أحسن من هيك كمان. تمام، كيف شفت المنافسة مع معن؟ المنافسة كانت منيحة وقوية مع معن. محمد أنا لاعب معه سابقا، بطل يعني وأنا عمري كبير يعني، صراحة أنا آخر بطولة يعني اعتزالي كانت يعني، فمحمد ممتاز أنا أعرف به يعني، وكانت مباراة جميلة الجميع شافها والحمد لله. ولما فاز أنا قلت له أنا مع النزال، ولما فاز أنا فزت. بعد هذه النزالات المثيرة باليوم الأول الذي شهد تحقيق ميداليات متنوعة تعطي مؤشرا إيجابي ومبشر لمستقبل الجودو كلعبة في الأردن. يوسف البستنجي لتلفزيون رؤيا. مشاهدينا لهنا وصلنا لنهاية تايم أوت، يمكنكم متابعتنا عبر الفيسبوك وبقاء التواصل معنا، وأيضا يمكنكم إرسال الإيميلات على إيميل البرامج الرياضية. أكيد أما الآن فحلقة جديدة من برنامج الاقتصاد اليوم والزميلة المتألقة ليلى السيد، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.